خلينا نسأل حضرتك الأول يا كابتن وليد، هنتكلم على الدوري بس من خلال إفرازات الدوري. مين العناصر اللي أنت حضرتك شايف إن هي هيبقى ليها دور أو لازم يكون ليها دور مع منتخب مصر الفترة اللي جاية؟ بص، مهم جدا واحنا بنتكلم لازم نبقى عارفين العدد. بدون العدد بيطلع ناس كتير قوي تقول فلان ماشي كويس قوي، فلان ماشي حرام، فلان ما يروحش المنتخب. حط نفسك مكان المدير الفني كابتن حسام البدري. انا عندي قايمه، القايمه دي بتقول ان ممكن في اول استدعاء يكونوا 26 لعيب، 27 لعيب، بعد كده هستبعد 3 4 واستقر على 23 اسم هم اللي هيقعدوا على الدكه. مظبوط، ما عندناش حل تاني. انا ممكن اجيب لك 40 اسم او 50 اسم لكن في الاخر مش هتاخده. فخلينا نقول ان كل مركز فيه اتنين. كل مركز فيه اتنين، حراسه المرمى بس الوحيد اللي يبقى ثلاثه، وفي الاخر واحد بيغادر لما بنروح للمباراه، وبعد كده بيبقى عندك اتنين كمان مثلا زياده، والباقي كل مركز فيه اتنين. يعني خلينا نقول مثلا بنتكلم على حراسه المرمى، خلاص يبقى الشناوي وابو جبل، والتالت نتكلم فيه. يعني التالت نروح بقى شوف شريف اكرامي عامل ايه مع بيراميدز، جنش في ما بيلعبش كتير بس محمد بسام، خد بسام السنه دي مش زي السنه اللي فاتت. تبتدي دي طبعا بتروح لمدرب حراس المرمى كابتن ايمن طاهر طبعا، وهو عنده ليستا. الهاني سليمان متالق، محمد صبحي متالق، جاد محمد صبحي الاتحاد السكندري طبعا، محمد صبحي الاتحاد السكندري، مباريات كتير قوي مان اوف ذا ماتش. فخلينا نقول ان الاثنين الاساسيين محمد الشناوي رقم واحد في مصر، وابو جبل، وابو جبل الاحتياطي بتاعه، والثالث هيبقى موجود وهيغادر. هنروح للباك ليفت مثلا، الثالث هيبقى موجود معاهم، الرابع هو اللي هيغادر، ممكن ياخد اربعه. في الاخر انت في السكور في المباراه هيلعب واحد والتاني يقعد، ماشي، ممكن مش هيقعد اثنين، يعني بيقعد واحد. في ساعات بتبقى القايمه يعني زي كاس العالم بيبقى قاعدين، لكن في الاخر هو حارس مرمى والبديل بتاعه. ماشي. هتروح ناحيه الشمال هتقول ابو الفتوح رقم واحد. ماشي. رقم اتنين مين؟ انا بشوف ان عبد الله جمعه. يعني عبد الله جمعه لغايه دلوقتي، محمود وحيد دخل في الصوره بعد اصابه علي معلول، ادى مع النادي الاهلي بشكل كويس قوي. خد بالك انت في الاختيارات يا ابراهيم مهم جدا اللعيبه اللي بتلعب على مستوى عالي، افريقيا، مثلا بطوله عربيه، لازم تحط الاحتكاكات دي مهمة جدا. فبالتالي ادي مركز الباك ليفت. هتروح للباك رايت، محمد هاني مليون في المية من وجهة نظر رقم واحد. ماشي. مين بقى رقم اتنين؟ انت عندك هنا مشكلة كبيرة. طبعا احمد المحمدي لاعب النهاردة مباراة مع استون فيلا، بس يعني موجود مش في الحسابات. عندك احمد فتحي، عندك مش في حساباته برضه، حازم امام مش في الحسابات برضه. لا احمد فتحي مش في الحسابات هتخرج. طب حازم امام ايه الاخبار؟ حازم امام مصاب يعني بقى. ايوه لو رجع من الاصابه ايه يخش ولا انت رايك ايه؟ مش هنلاقي مكان رايت يعني. لا بص، يعني عندي وجهه نظر برضه في الجزئيه دي، ما ينفعش حد يخرج بره الحسابات. دي وجهه نظري. ده منتخب مصر هيفيدني انا كمدير فني. يعني انا لو بفكر بفكر الكابتن حسام البدري، انا ممكن اعدي على اي حاجه، ازمه بقى شارة مش ازمه شارة، احنا افتعلنا ازمه شارة من لا شيء. واحمد فتحي لو موجود ولو مكسر الدنيا ساعتها، ساعه الانضمام للمنتخب، افرض لا قدر الله محمد هاني في حاجه، أيوه، اجهاد، مش هيكون موجود. حازم امام برضو عنده مشكله في الاصابات شويه، واحمد فتحي مكسر الدنيا مثلا، يتاخد ولا ما يتاخدش؟ يتاخد طبعا. انا ما بقصص اذا كانت الافكار كده، يتاخد. اذا كانت الفكره بتاعت حضرتك هي الفكره السليمه، هيتاخد. هو المفروض يكون اذا كان الافكار مش كده، والافكار ليها علاقه بشاره ومش عايزين يبقى فيه كلام بقى ومش عايزين يبقى كده، فخلاص بلاش. ما هي الفكره. انا رايي تحديدا في منتخب مصر ما ينفعش يبقى فيه كده. ماشي. يعني منتخب مصر تحديدا اسم مصر يعدي على كل، انت لو في نادي خلاص ده بتاعك بقى، تقعد فلان، ما تلعبش فلان، تزعل من فلان، تحب فلان، تكره فلان، خلاص ده انت. لكن منتخب مصر انا لازم اعدي على كل الخلافات. ماشي. والله لو مفيش غيره هيكون موجود، لو هو مكسر الدنيا هتبقى انت بتظلمه ان هو مش موجود. يعني واتيفر بقى، احمد المحمدي، احمد فتحي، رجب بكار، اي حد هيكون كويس يعني. ماشي. ادي حاجه. السردباكات مليون في المية حجازي، حاجز مكان ما شاء الله، متالق مع اتحاد جده ويعني مكسر الدنيا. ايمن اشرف واحد من احسن السردباكات اللي موجوده في مصر. الوينش، ادي ثلاثه، محمود علاء اربعه. اذا كنت هتستخدم حد من المنتخب الاولمبي، انت عندك اسامه جلال شغال بشكل كويس. في
ماشي. اسامي كتير، ياسر ابراهيم مع النادي الاهلي برضو الفتره اللي فاتت ولعب كاس عالم الانديه ماشي بشكل كويس. فالمشكله ان وانت بتختار مش هتقدر تختار غير اربعه. ماشي. اخترت خمسه هتطلع واحد بره. هتروح لنص الملعب نفس الموضوع، طارق حامد، السوليه، حمدي فتحي، النني. هو ممكن يختار ناحيه الليفت واحد بس ويبقى حاطط في حساباته ان ايمن اشرف يبقى موجود معاه في الليفت وموجود معاه في السيرد باك. وارد، بس اهم حاجه برضو على اساس ان هو يوفر لعيب في حته تانية. وجهه نظر، بس في الاخر انا برضو منتخب مصر كل واحد يلعب، يعني مش نادي ممكن، لكن انا في منتخب مصر على ازعل على عدلتك، ازعل ان انا مثلا عبد الشافي يتصاب فاجيب احمد فتحي يلعبه باك ليفت، العبه باك ليفت. دي يعني دي انا في النادي تبقى مقبوله، في النادي ما فيش مشكله، لكن انت في المنتخب لا، يعني مش من ضمن كل الناس دي لازم. برافو. انت في النادي القائمه بتاعتك كام؟ 30 لعيب. مجبر ب 30 لعيب. ممكن يكون 5 6 7 مصابين، 2 3 4 انت ما بتحبهمش، قدرتك على الشراء، انما انت في منتخب مصر ما بتشتريش، انت بتاخد اللي انت عايزه. وانت عندك مصر كلها، مصر يعني كلها. انت عندك فرق مصر كلها بالدرجه الثانيه بالدرجه الثالثه. فانت انا شخصيا كمشاهد حتى مش كمحلل ازعل لما الاقي الباك رايت يروح يلعب باك ليفت، الا لو في ضروره، الا لو في حاجه صعبه حصلت وانت بتلعب في بطوله طويله فتصابوا اللعيبه دي اكيد. لو كل اللعيبه بس اختياراتك انت من الاول ما تكونش معموله لكده، ما تكونش منقوصه. برافو عليك. انا باك ليفت، عبد الشافي نمره واحد مثلا، ابو الفتوح نمره اثنين، محمود وحيد نمره ثلاثه، عبد الله جمعه نمره اربعه، عندي كتير. أيوة. اخد احسن اثنين وبعد كده يحصل اللي يحصل، لكن ما بقاش رايح مثلا بباك ليفت واحد واثنين باكات رايت على اساس ان في واحد من الباكات رايت حرميهم. برافو عليك. يا اما انا اكون مقيم ايمن اشرف ان هو باك ليفت اخده كباك ليفت، ما فيهاش مشكله. نص الملعب اديني قلت لك اربعه. تمام. هتقول لي في اسامي كتير كويسه قوي. لا انت نص الملعب ما قلتش، انت قلت السرد باكات. انا قلت لك نص الملعب النني وطارق حامد. لسه ما قلتش، انت لسه هتقول اهو طارق حامد والنني وعمرو السوليه وحمدي فتحي. ماشي. ادي اربعه. ماشي. هتقول لي اكرم توفيق هايل، هقول لك ماشي. هتقول لي مهند لاشين رائع، هقول لك هتقول لي دونجا بس في الاخر اربعه بس. هنوديهم فين؟ النني وطارق حامد والسوليه وحمدي فتحي. ده يعني ده ماشي. بحكم الخبرات وبحكم برضه الامكانيات وبحكم الصفه الدوليه. امام هايل. بس في الاخر لازم هتطير واحد. هتطير واحد بقى. يعني شوف انت قول لي تطير مين. لا وجهتك انت، وجهه نظرك الفنيه. انا بقول لك يعني صعب على حد المساله. امام يروح وينافس. انت برضو ما تضمنش المعسكر يبقى فيه ايه. بس في الاخر هتروح للصفه الدوليه. ماشي. وللخبرات. ماشي. يعني في الاخر هتلاقي اللي بيلعب مثلا طارق حامد السوليه. لو بتلعب 4 2 3 1 هتروح ناحيه اليمين محجوزه. محمد صلاح مين معاه؟ برضو ناس كتير متالقه. يعني حسين الشحات برضو ما اقدرش برضو اغفل ان هو كاس عالم الانديه وعنده خبرات ولعب مع الاهلي بشكل كويس جدا. زيزو طبعا حتى وهو بعض الفترات ما بيبقاش في مستواه، لكن في الاخر لياقه بدنيه عاليه جدا، سن صغير هيديك مينيمم من المستوى، الحد الادنى من المستوى هتلاقيه حاضر. هتروح ناحيه الشمال طبعا تريزيجيه، رمضان صبحي، ممكن كهربا. هنا بقى في مشكله، طاهر، محمد طاهر، ناس كتير، لكن في الاخر تريزيجيه ورمضان اشوف ان هم حاجزين اعلى اتنين في الحته دي. ايوه. تحت الفراوده انا شايف ان مجدي قفشه، والمفروض ان اوباما ينضم.